كفايه بقى القرف ده، مش عايزه تفوقي لنفسك؟ عاوزني اخف؟ انت عايزه تخف؟ انا لا، بس لو لقيت حد عايزني اخف ومصمم على ده هخف عشانه. لازم انت تبقى عايزه تخفي عشان نفسك. انا ممكن اخف عشانك يا نادر، ونبقى اتنين بني ادمين طبيعيين زي اي اتنين، وحياتنا ماشيه. اوكي هتبقى ممله بس ماشيه. انا مشكلتي الوحيده ان انا حياتي واقفه. حبيبتي انا مش مصحه علاج ادمان، لو عايزه تخفي علشان نفسك اهلا وسهلا، انا هقف جنبك وللاخر، لكن مالكيش دعوه بيا. مش معنى ان احنا اتقابلنا في محطه في حياتنا يبقى هنكمل السكه سوا. ساره احنا هنسيب بعض، وانا عايز اسيب لك حاجه كويسه قبل ما امشي. عايز تسيب لي ايه بقى؟ هديه؟ عايز اسيب لك ساره. ده الضابط المتخلف اللي بيراقبك. ايوه يا ياسر. لا لا لا، انت ما طلبتش النمره غلط، انت طلبت ساره عشان تسال عليا. انا بقى معاك اهو، وكلمني واسالني على اي حاجه انت عايزها كده. طب شوف يا حبيبي، انت تبعد عن ساره تماما، ما تقربش منها ابدا، والتهديدات الخايبه اللي انت بتهددها بيها دي انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجه، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك، وانت اصلا انسان فاشل. خلاص بقى ما تقريش في روحك كده. خلاص هو يعني كنكرك ولا كانت شغلتك؟ دي حال حاجة فكرت فيها تسليكي بدل القعد. انت عمرك ما هتقدري تحسي باللي انا حاسه بيه. ماشي يا اختي، سيبنا لك الحساس، بس برضك ما تقهريش في روحك كده. ولو القعدة هتكبك اكتر ما انت مكؤوبة، ومنزل مع المحل. فكي كده قومي يلا. انا يا اختي هلبس انا وانزل اروح المحل. شفتي انا مش هقدر انزل، انا كلمت بابي ودينا وهيجولي عشان نشوف هنعمل ايه في حكاية نجوان الزفت دي. بشوق خلاص، بس خلي بالك بقى، انت حواراتك كترت وعشقت في قلب بعضيها. عندك الظابط من ناحيه، وابوك اللي عمال ينط لنا كل شويه في قلب المنطقه من ناحيه، والولية الفراشه اللي بتاعها جت من بره مصر من ناحيه، حراسي عشان انت بقيتي عامله زي ايه؟ زي اللي مؤاخذه الجاموسه اللي الجزرين كده اتكتروا حواليها وعماله تخبط في الحيطان قبل ما تقع. جاموسه ايه يا بني ادمه يا معفنه انت؟ شايفاني قاعده ومش طايقه نفسي، تفضلي تعصبيني وتستفزيني لغايه ما اتجنن، هو انا ناقصاكي؟ شوف البيت. طب الحق عليا يا اختي اني بوعيكي وقلبي عليكي. انا وعماله اقول لها فكي وانزلي مع المحل، ما تولعي. خلي بالك انا كل ده مش عايزه اركز في حته ايه، ان انت منين ما بتقعدي في حته بتنحسيه. قال وكل ده مش عاجبك كلامي. يا شيخه روحي كده وتشبه الملكانات اللي كنت حاطاهم في قلب الباترين دول، حتى دول ما استحملوش قعدتك، ولعوا كده. انا اللي هولع منك من العيشه دي، انا هتجنن. قرف يقرف